ان شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، الاغتسال نغتسل في فترة الصباح من الجنابة، يعني بعدما يؤذن الفجر تغتسل؟ ايه بعد مع الساعة 10 ل 11 الصباح تغتسل من الجنابة. ايه الجنابة التي كانت في الليل. ايه اللي كانت في الليل. وطو صلاة الفجر اين ذهبت يا فوزي؟ لا صليت، ما صليتهاش والله. أفا يا فوزي، لا لا، يعني صومك صحيح لكن لا بد أن تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها أو تصليها مع الجماعة إذا كان هناك مسجد قريب. إيه صومك صحيح، يعني من دخل عليه وقت الصوم وهو لم يغتسل من جنابة الليل فصومه صحيح، لكن لا بد يا فوزي أن تحرص على أن تستيقظ لصلاة الفجر مع الجماعة حتى يبارك الله تعالى لك في عملك وفي رزقك وفي ذريتك.